كمان منتجات زي الرز بلبن، معانا حاجات عالية جدا برضو. ده رز بلبن، مكسرات، شوكولاتة، في منه نوتيلا، في منه أوريو، وده حاجة كويسة وبتشجع الناس اللي هي تيجي تلاقي كل حاجة موجودة. يعني دي من أحسن الحاجات اللي اتعملت، اللي هي فترة كورونا كانت في حظر وكده، فالناس بتحب الأماكن المفتوحة أكتر من المحلات دلوقتي، فديكوا حاجة كويسة. الناس بتيجي تقعد لحد الصبح، يعني الجو حر وكانوا بيخافوا يقعدوا في أماكن مقفولة، فدلوقتي بيجوا يلاقوا مكان واسع ومكان مريح ومكان فيه كل حاجة، فالزبون بيبقى قاعد مزاجه حلو ومعاه أطفالهم، مؤتمن عليهم، مكان فيه أمن وفيه ناس، العيال ما بيطلعش يلعب بره، بيلعب حواليه، قاعد مرتاح في المكان، أي شيء بيطلبه بيلاقيه موجود، عصاير، شايات، سندوتشات، كل حاجة للترفيه بتاعته موجودة، فده حاجة كويسة اللي هي مشجعة الناس اللي هي تيجي تقعد لحد الفجر ولحد الصبح في المكان. الرحيم سيد أحمد السيد حسين، مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، عزبة عبد الرازق، شارع 10، السن 41 سنة، دبلوم تجارة 96. أنا قدمت في المشروع دوت، سمعنا عن المشروع دوت على النت فقدمنا فيه، والواحد والله ما كانش، يعني سبحان الله، أنا كان يعني 2% 3% كنت متوقع إن المشروع ده يجي لي أسبوع أسبوعين ثلاثة. لقيت ناس بتتصل بيا من المحافظة، قالوا لي فلان انت حضرتك فلان الفلاني، قلت لهم ايوه، قالوا لي عايزينك تحضر القرعه، عشان تحضر القرعه معانا. حضرت القرعه بكل شفافيه، لقيتها قرعه محترمه ونزيهه، ما فيش فيها وسايط والله ولا فيها اي حاجه، والحمد لله خدنا مشروبات وكنا متفائزين هنا. اشتغلت على العربيه في الاول شهرين ثلاثه، الحمد لله رب العالمين، وبفضل الله قدرت ان اعمل الكشك ده، وقدرت ان اشتري المكنه ديت، واشتري الديك فريزر دوت، واشتري الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، بفضل الله الحمد لله، وبفضل سيادة المحافظ والناس المسؤولين عن المشروع رعاية السيد عبد الفتاح السيسي. والله 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 يا جماعة المشروع دوت الحمد لله رب العالمين شغل ناس كتير. أنا عن نفسي الكشك بتاعنا ده مشغل معانا بتاع 4 عائلات، واحد شغال الصبحية واتنين شغالين بالليل، كل واحد فيهم متجوز ومعاه عيال، يعتبر 4 عائلات، غير بقى الايدي العامله والبضاعه اللي احنا بنستهلكها كل يوم، ككنزات، كميه، كبن، كسكر، كباتشونات، كفوميكس، جميع البضاعه. فالحمد لله ان المشروع ده نجح والناس بتتوافد هنا كتير 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 كتير، عشان هنا طبعا في شجر وفي خضره، وطبعا الجو جميل وجو عائلات، والناس بتتوافد هنا علينا الحمد لله رب العالمين، مع اسعار رخيصه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايدينا يعني الحمد لله رب العالمين، ولسه الجاي احسن باذنك انت يا رب، لسه الجاي احسن. كل ما احنا موجودين بنطور في المكان، هنعمل حاجات جديده تعجبكم ان شاء الله. وانا بنيابه عن حي شرق، عن شباب حي شرق وشباب حي غرب، بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر سياده المحافظ الدكتور ايمن مختار، وبشكر السيده الدكتورة هدى بلاط المشرفة على المشروع، بصراحة قمة الاحترام وقمة الأدب، موفرة لنا كل حاجة، بتعاملنا كأنها إن إحنا أبنائها أو إخواتها الصغيرين والله. ونشكر السادة المسؤولين عن المشروع كلهم بلا استثناء، كلهم بلا استثناء واحد واحد، بصراحة ناس محافظين وناس بيشوفوا لنا الصالح وبيعملوا لنا، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله الجاي أحسن، انتظرونا الجاي أحسن، كل شوية هنطور في المكان، كل شوية هنطور في المكان، وهنعمل نجيل صناعي هنا، وهنعمل شجر، وهنعمل حاجات جميلة والله فيكم إن شاء الله، عشان تقعدوا مرتاحين. أنا اسمي شهد، عندي 19 سنة، وجيت هنا الشغل الصدفة مع بشتغل مع عمو سيد، وهو علمني أول حاجة، علمني أعمل إزاي القهوة، واتعلمت حاجة حاجة من أول يوم، شغالة بقالي 15 يوم، ومبسوطة جدا ومرتاحة جدا في الشغل، وهو سلمني عامة المحل من تالت يوم اشتغلت فيه هنا وبس، وجاي هنا عشان بدرس أولى كلية تجارة إن شاء الله. أصبح حسن بدر سلطان، وخدت المشروع دوت من المحافظة، بعمل أندومي،
عشان اساعد على المعايش وكده، عشان نعيش بالحلال عشان اساعد على المعايش. انا اسمي شيماء مصباح من المنصوره، من هنا شارع عبد السلام عارف، وبشتغل علشان اقدر اصرف على اولادي. بشتغل شغل حلال، ما بشتغلش يعني زي ما انتم شايفين حضراتكم. بحاول ان انا اساعد والدي في الحلال، ما بحبش ان انا الناس اللي هي تقول لك لا ده البنات ما ينفعش تشتغل كده ومش عارف ايه وتبهدل نفسها. لا ده شرف ليا ان انا اعمل حاجه زي ديت واصلح مع والدي الباب، يعني حاجه عاديه. يعني انا دلوقتي بعمل سكر بنات اللي هو غزل البنات، تمام؟ واحنا بنعمل اندومي، وهعرفكم ازاي دلوقتي السكر البنات هيطلع. بس المكنه بتسخن، بس دلوقتي هحط السكر. كده بدا السكر يطلع، هنقوم لافين كده. هو انا ما بعرفش اطلع اشكال زي المحترفين، بس بحاول ان انا على قدر الامكان ان انا يعني اعمل حاجه كويسه برضو حلوه، وهي ما فيش ثواني وبتخلص. انا اسمي عمار محمد علي فرغلي من المنصوره، هنا من مدينه المنصوره. انا سني 24 سنه، انا خريج كليه حاسب الي نظم معلومات خاصه، وخريج كليه شريعه وقانون ازهر. انا من صغري وانا في الازهر يعني كملت في كلية أزهر، لأن أنا والدي كان حابب إن أنا أكمل في كلية أزهر يعني. الحمد لله خرجت منها ودخلت فيها معاها، لأن أنا ما كنتش حابب أكمل في أزهر، كنت حابب أخش في مجال تاني، فدخلت كلية حاسب آلي نظم معلومات. الحمد لله أنا دخلت الاتنين، درستهم مع بعض، خلصت الاتنين في الأربع سنين بتوعهم. أنا جايب امتياز في شريعة وقانون، جايب جيد جدا في حاسب آلي. أنا متخرج بقالي سنتين الحمد لله يعني، ما قدمت كتير في الشغل اللي كحاسب آلي، ما فيش حاجة واقفة قدامي ان انا اقدم فيها. الشغلانات الحكومية كلها متقفلة، مش عارف اقدم بالكلية بتاعتي. قدمت حتى في شرع وقانون برضو، التقديمات واقفة، مش عارف ان انا اتعين في اي حاجة حكومية بحاول فيها. حتى من قبل دراستي كنت بحاول في حاجات في وسط الدراسة ان انا اقدم، ما عرفتش برضو لان التسجيلات بتبقى متوقفة. انا بقالي تقريبا اربع سنين بسبب ان الدنيا مقفله. انا في المجال دوت انا شغال شيف، انا شيف كريب وبيتزا ومشروب مأكولات عامه، فاست فود عامه شغال فيه. انا شغال هنا في المشروع بقالي تقريبا سنه، من ساعه ما المشروع فتح انا اللي مفتتح في المكان هنا. انا صنايع كريب، انا واقف هنا بشتغل كريبات، بس بعمل كريبات بجميع اصنافها، حلو وحادق. بعمل مثلا بانيه، كريسبي، ستريتس، كرانشي، شيش طاووق، شاورما فراخ، كوردون بلو، ميكسات، كونو عادي، بعملها باصنافها الحمد لله يعني كلها. عامه انا حابب اوجه رساله للشباب اللي قاعد في بيتهم ما بيدورش على شغل، اسعى حتى لو بالقليل بدل قعدتك. قعدتك في البيت ملهاش لازمه، حتى لو هتاخد 1000 جنيه بس مثلا، 500 جنيه احسن من قعدتك في البيت وتقول انا مش لاقي شغل. لا، في شغل موجود، شغل في البلد، بس بالمحدود. انت مثلا مش معاك مجال او مش معاك مهنه او مش معاك حاجه، ابدأ من اولها. انا ما بدات شيف، انا بدات الاول مساعد واتطورت بقيت صنايع، ومن صنايع بقيت شيف. فانت بتحاول ان انت تتطور في حاجه معينه، شوف انت متميز في ايه، شغلانه مثلا حبيبها، حاجه متميز فيها، شخصيتك بتعملها، قدم فيها واعملها وابدا من اولها. ما حدش بيبدا كبير من اوله. فانا الحمد لله الحمد لله انا مرتبي دلوقتي كويس جدا الحمد لله. انا بقالي 5 6 سنين شغال في المجال ده الحمد لله. انا بدات في مبلغ يعني ما يعيش واحد بحاله. انا الحمد لله انا متجوز وفتح بيتي دلوقتي، ومراتي داخله على اولادها. فالحمد لله انا ربنا كرمني وراضيني من وسع الحمد لله يعني، وانا راضي باللي انا فيه وبالحال اللي انا فيه الحمد لله.